يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل الإسلام كل شيء سديخير ذا شمس تذرف بلا الإسلام. الإسلام ذا رحمة ذا سمح تقمات أيه مثلا وقيمة عن كلمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل وقبل أن يكشف الإسلام ذا ذون دين ذا ذون في محمد صلى الله عليه وسلم وفذاش يمذ الكافر للمشرك لغزوة بدر لكسبش بسين دي الهجرة وعكرمة يشد إجرين قرام غا الإسلام لكسبش بسمانية دي الهجرة مسمك شم الرسول صلى الله عليه وسلم غا مكة المكرمة دي غزوة الفتح إما يمد يكشم غا الإسلام أيه مثلا يكشم وشبيح للنبي صلى الله عليه وسلم عن سعشرة لفذا جندي غير مكة المكرمة جعلنا أتصم الدنيا اقضونا بالليما أدير تعيش ولكن وشبيح للنبي صلى الله عليه وسلم عن يسلم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إن إذا شو مثل جعلنا ذا ونتخلما ان الناس دي مثلا مسني مثلا الخير كان انسان جوغا اورك يني يروح تسمح غول مره اي مثلا واذا نيما اكسرك انت هذا وتبقى راحت للاسلام اقدم في محمد صلى الله عليه وسلم رولن اسمك خشم بن في صلى الله عليه وسلم غير مكه المكرمه اخي ترجع لنا ثني دطف هذا ثنينا ويوم ديشن بيجان درولنك عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه يروح الجهة الجنوب أغنى بحارة الجهة اليمن يقذى في الطفة في نار ولكن الزوج جينس أم حكيم إذ كشمد غير الإسلام أم انساث أم هند بنت عتبة ثم طفل أبو سفيان رضي الله عنه أبو ذكرتي أو النظم رحت بغرب الفيل صلى الله عليه وسلم وشهد لا اله الا الله محمد رسول الله وان الذي جلست له ام حكيم ثم تضيق من عكرمة رضي الله عنه اثر واحد غرب الفيل صلى الله عليه وسلم مثلا يا رسول الله ثم يسعى كلمة يروي يقذ اتفضى ذا تنغض ثم يس خسرت كلمة مثلا ثم يس امنه يا رسول الله وركس خطب يا رسول الله ولكن إذ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمة المهدى إنس كسوبل إنس إنه آمن إنس إنس كسوبي ويقول سوى نوصى الشركية ثنيس أم حكيمة رضي الله عنها وأرضها يا رسول الله فكيد العالم ماذا تسوي يكسب تعمل تنينس إنس تسرى وربها ويست أي مثلا ثبيت عمام تنين أم حكيمة رضي الله عنها وطرح قبالة الزلاغ الرورسة لم يتقضع الريف البحار هذا الدفس فينا ما يروح أيضا مثلا عكرمة ابن أبي جهل ثو هيز ثو ذن أمي ملالت والنسان ثو هيز أم حكيم ثنيس يا عكرمة ثنيس أقل روح أرد أغر الخيار العباد من الدنيز إذا تسنى دروح ذلك كانت الإفكين الثعمة تنسي أمن كين يقول سوى كسوه في الوقت محمد صلى الله عليه وسلم ثني سلك قال كسوه في إياه يروح إدعى كلمة ابن أبي جهل يدد الزوجة ينسى لما يدقضى الزيت النبيين صلى الله عليه وسلم وش في عزيز صلى الله عليه وسلم يكاد إلا يقيم أجمك زرع كلمة ابن أبي جهل في الدغر أورس إيكاد
إنس مرحبا بالراكب المهاجر خزر كم كي قال فذ المعنويات إنس كي قاع وشي نرى أثنت سد يا مروان أثنت سد المهزوم أثنت سد ذهن أثنت سد ذهن ولكن يرفد المعنويات إنس وروسيا رزارم وسيا رزارك لما ذي إرادة إنس نغذي الشخص وثي النولان ذي الشخصية إنس وثي النولان كذي المعنويات إنس مرحبا إنس مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا يسك يا عكريمة واسمه يسر راكب المهاجر إنس عكرمة رضي الله عنه إنس أم حكيم يوهيز الزوجة إنس إنس أم حكيمة تقر تقر بليغ أما نيك النبي صلى الله عليه وسلم يقر ورسى وذك صور إنس نصح إنس نصح يا عكرمة إنس كصور إنس كصور سبحان الله صليت في النبي وش بيحصل الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل إني سويش غرب ذعو يا محمد سويش غرب ذعو إيش فهم سويش بيحصل الله عليه وسلم الإسلام الرحمة للإسلام ثقمات للإسلام السماح للإسلام الإسلام يتسوي الغار جنث إشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عكرمة بن أبي جهل إيش نبغى الإسلام إني سعوه ذاك يا رسول الله إن يستمزوا للطيبة ربي غادي يعفوها ينخدمة إن يشوف إسلامي إني أذنعوه ذاك ألي ينخدمة ضد الإسلام ضد ديني يعني كونتر الإسلام كونتر إني إن يسأل خدمة أضعاف مضاعفة للإسلام إن يسأل ذاك هذا الدرر مرة غيني يفوثن دي الإسلام إكمل عكرمة بن أبي جهل ثلاثين سمرة ذخرنا الإيمان إني سقي من ذخن الإسلام ذخن الإيمان أذي الطفل تكثرنا القرآن الكريم تكثرنا القرآن الكريم أتسرس الدين هذا كلام ربي وقيم ذوي انسي ربي غي دقيقا وقيك هذا كلام ربي الله أكبر خذر كان ويون ولون كفوس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أيات مثلا ألم هذا سمين عيد قضى المعركة اليرموك شمي تقول المعركة اللي يرموك اشترك اندي سيين سلمين اللي خالد بن الوليد ضدنا الروم الروم الجيش ذا قرحان كشمن غير دخلنا المعركة أليث مثلنا يون القتال شديد وش ما قال عكرمة بن أبي جهل ذي روم إنيش ولي بيعن غف الموت إيش إنه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إن شوري بيعن إكرم 400 من الصحابة الكرام ننس يفسنس الدنيلس إنس خالد بن الوليد إنس يا عكرمة وعيد الجيش نروم مقر إنس يا عقل إنس وخريا كين يا خالد إنس كشيك شمضغ الإسلام وقضي إنس أدست سعيد المواقف العايم إنس كنا أتصور إذا ما نكش مغ الإسلام إنس سيفكين أعرف ذات الود من النبي صلى الله عليه وسلم إنس كان يدري بحبس الله أكبر يكش ما يتمثل كش من الدخل الصفوف نروم خذ منا إنس من داخل أنا من يسيفوك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سنصر إنس من وفغد تزدخل من الحرب ذي الجراح أيها مثلا يقيم عكرمة بن أبي جهل أكذ عميس الحارث بن هشام أكذ عياش بن ربيعة سعنا بجروحي بقرحان حشد نفسي تسليني طار إيناس الحارث بن هشام إيناس خالد بن الوليد إيناس أو يغدمان درسون يروح على الخيمة يقويز دمان اتفاذن بكفوسيس الحارث بن هشام ما قيته يتمثل أن كل إنسان يكسل للنظر يسعوي يكسل للنظر يسمح السواي يخدم يخدم لك ينسي من باش نظر الإسلام دا شوف يتطفى من نعمة الحارث بن هشام يخزر الجهة ينس الجهة العكرمة يفاد ليس نزاع إنس ماشي ذكي ضروري من سكتة عكرمة في كلاسة مني عكرمة
رضي الله عنه يتفنى كذلك فوسيس ويخسر الجهة النينس يوفى مع عياش بن ربيعة ليس نزاع إن اسم الشرك القدرورا في كتس عياش بن ربيعة أقدر على عياش بن ربيعة أفن ديموذ وغلم درع كريمة أفن ديموذ وغيد الحارث بن هشام أفن ديموذ أما النيو فقيت ولا شوتي شوال ديكسن وغيد ومن نيم ربي دفوس خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سديدي فكان يسمى قلت ومني الطرق ذي الطول يشرون من الهواء خالد بن الوليد إن يستطيب هذا سيدي ربي أكل السود وقمل القمل الجنتيس الله أكبر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة غسك نعم شوية من نفسي دي بلان دي ثلثة ثنس ولكن ذي مسي لنا الطرفيسة خيريس تسكي تجمات للإسلام إيه ثمثن تسكي تجمات إيه ثمثن دي الإسلام ودرسوا فيارك رب جديد لله لام إذ كان ضرب الإسلام ذا نشتقين أنا يزرع من المحبة ذا المودة ذا الرحمة ذا خير قوية والنام بشكل اللي ثلاث مثلا معاون تغى الخير خاطر ذا ثلاث مرة لا خاطر غير نشدوهم كل يقوسي قاعدة دقنا غير سيدي ربي غير نشدوه وذا نشتقين فراغي حاسب المحبة ما فربين ولا شي ويتيفن بكيدي قال سيدي ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة أريد قلم العاوي ذا يثبثن أذيانيس أما ذي الكافر أما ذي المشرك وخاصة ذي العصر اللي نتعيش لكل يوم لهذه مانيك رقعي مانيك لك لكي تسمى قيد بقدرين الهام أقبل صوت الغر ويض النظام رقعي مانيك ذا بزواره ولكن نكون يوم ذي العصر العصر قيل لا نكاث مكارا نغير ويض النظام ولكن يمنى ونزمرا نغير يمنى ونزمرا نرقع منا ونزرع لعيوننا وذا اشتاق من يهياك كان مثلا يقرد يون وفيلسوف ذا روسين قال سليو تولستوي ذين سيم الفلاسي عفور بهم إن تزرعك يعني ذلك كثير مكارا غيرا دون نيث مرة فغنا ذا تشدر الكاملين دولة كان يمنسن سيمالا تشدر يمنسن وزمان هذا ما قيل يا عيوب السنة تغير من منسل لبين يديد الغريان دي العصرنا كان يقول مثلا وتسيسر عن ذي الكافر وتسيسر ذي المشرك خطر ويون كفوس السيد ربي سبحانه وتعالى إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرخز رقية مثلا ثقمز من الإسلام عمر بن الخطاب إن ديك شمد عمير بن وهب اسمه قرع عمير بن وهب ذي منك غرب دينا غير الرسول صلى الله عليه وسلم وذي النامي ديك شمغى الإسلام ذي المدينة المنورة إن دي كشمد إن دي من يكشم الرسول صلى الله عليه وسلم يكشم كمشرك ذي الكافر ذي المشرك إن ذي الخنز يلا خير إكسعنا زي غرغوري ولا عمير بن وهب إن ذي لف إكسعنا زي غرغوري إكسعنا يقيمان غرغوري ولا عمير بن وهب إن دولة كنا من دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من إنسان الشهر لا إله إلا محمد رسول الله إن دي يفخر وراوي إن دي إنسان خير ولا خير وراوي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ واكيم إذا الإسلام أي مثل إذا الإنسان وتسيسر قاعدة ون الإسلام تسيسر قاعدة ولو ون لقفص سيدة ربنا إلان كشين إن قصير الإنسان المسلم يقول إذا ذي تشوف فقط ما يهضر من يبون لها ذي نسيم سوس ليل عالية ذي سخيل السيرة العالية ذي الجهينس ذي القبري ذي الآن القبري ذي الآن وتساقين ذي المهمة من الداعية ذي سخيل الحق أبي يفقد شيء عكرمة رضي الله عنه وأرضى الصحابي الجليل إلى ذعذون الإسلام ذعذون قرى الإسلام ذعذون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خزرتم في بوغال سقدر سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ذا الرحمة سيد رب يغال ذين سي محقنين ويموث الشهيد يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحب القرحان وسيد رب بس بليغ الشهيد ريمث سبحان الله إلى يون دار من قال صروجي قالوا دي ذا يون مثل يون العالم ذا روميم إلا ذا شيوعيين ذا كومينيست ذا الملحد ويومين نقص الإله ويومين نقص صربيم سبحان الخالق وادي ذا روميم يموت 13 جوان 2012 اون 2012 كي كان قاعد يموت فلاس يعفو ربي خاطر شنو درنا كفلاس يعفو ربي يموت ذين شي لحقي خاطر استخدام لا غيس إزارة مسيح كيلات يكشف غير الاسلام شهد لا اله الا الله محمد رسول الله والحياه شي كميه مره كميه الذي تسوي العباد غير الاسلام
روشي قاعدي يموت دين شيم إثلاس يا فوربي الله أكبر إذا وقيني إذا الإسلام يتمثل الجنة لا تسوى الكلاس يا عباد يوش اللي تتخذب تتخذب عشان تكش من المؤمنين لا تسوى للعباد مرة ويدويني سيس محسن ويدويني ولكن يعني إيسيسيا وثقويا هذا سنسي أنت مع أبريد سيد ربي أبريد أن في محمد صلى الله عليه وسلم أرجع يا ربي من أهل الجنة أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان إذا وقيني إذا الإسلام يتمثل الوجين تجمد الوجين ذا الرحمن الوجين تسمح اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أهل الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.